وصلنا إلى وقفة العربية نت. ينضم إلينا في الاستوديو الزميل هادي طرفي من فريق العربية نت. صباح الخير هادي. صباح الخير. عدت موضوعات، نبدأها بحملة دولية تندد بتشويه معالم عمرانية لمدينة المغربية. نعم، المدينة المغربية هي مدينة أزمر، يعني والعملية التي اعتبرت بأنها تشويه لمعالم حضارية كانت من خلال بناء سور جديد إلى جانب سور قديم حقيقة يعود تاريخه إلى القرن الحادي عشر. يعني المهتمين بالحفاظ على الآثار في المغرب أطلقوا حملة من خلال الشبكات الاجتماعية على الإنترنت، وأيضا بشكل حضوري من خلال الفعاليات في هذا البلد. وأيضا كانت هناك احتجاجات وجهت إلى وزارة الثقافة باعتبار أنها الراعية للحفاظ على الآثار، وتبين فيما بعد أن الشركة العاملة على تطوير المشروع أنها لم تنسق مع وزارة الثقافة، وتم وقف المشروع، والآن العمل الجاري لاحتواء القضية وتفادي إتلاف يعني الآثار القديمة في هذا الموقع في المغرب. طيب هادي، خلينا ننتقل لموضوع آخر. عن سعودي بيصمم ديكورات داخلية بس بطريقة مبتكرة بيستخدم فيها جريد النخيل. نعم، هو فهد الجبهان من مدينة الرياض، يعني أجرينا معه مقابلة وعن تجربته في هذا المجال والابتكارات في يعني استخدامه السعف ويعني المخلفات النخيل. يعني روى أن الفكرة كانت يعني بدأت عندما كان يقوم بحرق يعني مخلفات النخيل في واد من الرياض، والدخان سبب مشاكل السكان. يعني فكر بأن يطور الموضوع لتفادي هذا الشيء واستخدامه يعني في الديكورات بمساعدة إخوته. يعني الديكورات تشمل غرف نوم، مجالس، كنبات، ويعني في الرياض وحدها 30 موقع قام بتصميمه. ومن هذا يعني خبر الثالث له علاقة بقطاع غزة، نادلات للمرة الأولى في غزة. نعم، يعني عندما نتحدث عن غزة يعني يتبادر الفكرة البيئة التقليدية ويعني المنطقة التي تخضع لحركة حماس الإسلامية هي يعني صراحة المرة الأولى. يعني المرأة حاضرة هنالك في قطاع التعليم، في قطاع الصحة وبعض الشركات الخاصة، لكنها هذه المرة الأولى التي تشهد هذه الظاهرة. وأيضا في القصة أجرينا مقابلات مع عدد من هؤلاء النادلات. رنا مثلا حكت أن موضوع العوز والهواية كان سببين رئيسيين لخوضها هذه المرة هنا. وأيضا مدير فندق الديرة وهو فندق مشهور هناك في غزة قال أنه باعتبار أن الموضوع يعني كبداية يعني نحاول أن يستخدمنا النادلات، قطاع الرأس والالتزام بالبيئة. في أي أحد كان من التعليقات رد فعله كان سلبي مثلا؟ يعني الكثير من التعليقات ركزت على أنه يعني تجربة جميلة، ويعني المرأة يعني مثل الرجل بإمكانها أن تدخل جميع أبواب المهن. طيب زميلنا هادي طرفي من فريق العربية نت، شكرا لوجودك معنا. شكرا لكم. شكرا. شكرا.